بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة Diagnostic Testing باي دكتور هالة محمد غانم Assistant Professor Medical Surgical Nursing. نبدأ إن شاء الله بإذن الله Diagnostic Test، وهي الاختبارات التشخيصية اللي ممكن إن احنا بنعملها يعني تو بيرفورم او كونفيرم للايه للميديكال دياجنوز. تكمله للدياجنوستيك للتشخيص بتاع الكلينيكال سيتويشن. تمام. Diagnostic testing learning objective at the end of this lecture the student will be able to do the following: define the key terms اللي هي زي diagnostic test والسامبل والسبيسمين والبيوبسي. نمرة 2 explain importance of diagnostic test، ليه أهمية شرح لأهمية الاختبارات التشخيصية دي. List phases of diagnostic testing، المراحل اللي بيقوم بيها في مرحلة الإعداد كبري كإنترا كبوست phases. Describe the nurse's role for each phases involved in diagnostic testing. كمان list common diagnostic testing. الكومن ديجنوستيك تيستنج برضه هنتعرف عليها. الكومبوننت اند نورمال فايندنج للكومن ديجنوستيك تيستنج للادلت بيشنت او ان ادلت بيشنت. كمان بتعرف على الايدنتيفاي فاكتور انفلونسنج لابوراتوري ريزلت. تمام. اول حاجه هنعرف اللي هي ديفينيشن بتاعه الدياجنوستيك تيستنج، هي عباره عن تولز ذات بروفايد انفورميشن، هي الادوات اللي انا بستخدمها لمعرفه معلومات عن المرض اللي عند المريض. بيبقى المريض ده ككلينيكال يبين عليه اعراض وعلامات المرض، بس بالدياجنوستيك تيست بتبقى الاداء اللي بتبقى جازمه او كونفيرم للايه للتشخيص، بيقول فعلا ان التشخيص دوت مع التحاليل ماشي مع التحاليل دي. يبقى دي ده تعريف الدياجنوستيك تيست. في كلمه سبيسمين او سامبل. السبيسمين هي عباره عن ايه؟ بايس او سمول اماونت اوف سمثينج تو بي تيستد ذات شو ذا كاركترستيك اوف ذا اول، زي البلاد زي الزورين زي الستول. يعني باخد بقول للمريض اعمل بتاع دواء عينه بول او عينه دم او عينه براز، دي برده بتبقى بتوضح برده مع كلينيكال سيتويشن او كلينيكال فيتشر او ساين سيمتومز اللي ظهر على المريض برضو بالسامبل. يبقى السامبل عباره عن حاجه صغيره زي ايه وبتتمثل في البلاد واليورين والستول. طب ايه هي البيوبسي؟ البيوبسي برضو من ضمن الدياجنوستيك كتيرمز، وهي دي اخذ عينه، هي عباره عن سمول بارت اكستراكتد فروم ذا سيرتن ليفنج تيشو. يبقى اللي بيفرق ما بين العينه السامبل والعينه السبيسمين والبيوبسي ان البيوبسي دي ليفنج تيشو، ان هو بناخد بيظهر فيها جزء من الليفنج اورجان او السن، بتبين لي حاجه معينه زي حالات التيومر زي الليمفنويد التضخمات بتاعت الليمفنويد ازاسيم يعني. تمام. يبقى البيوبسي بتختص بالليفنج تيشو او بتبين الكاركترستيك بتاعه السيل ايه اذا كان المريض داخل مثلا زي انواع التيومر والكلام ده. ماشي. يبقى ده الديفينيشن تيرمز اللي انا ممكن مع الدياجنوستيك تتمشى مع الدياجنوستيك تيست لازم اعرفها واعرف الديفرنشيشن بتوين نظر تيرمز. في بعد كده الامبورتنس بتاعت الدياجنوستيك تيست، ايه اهميه التشخيصيه دي الاختبارات التشخيصيه. نمره 1 بروفايد انفورميشن اباوت ستيت اوف انديفيدوالز هيلث، بتتعرف على بتمدنا بمعلومات عن الحاله بتاعت الايه الصحيه بتاعت الايه بتاعت المريض. كونفيرم دياجنوز، بتقول فعلا اذا كان المريض ده عنده برونكايتس مع اختبار مثلا الكالتشر للسبيوتم، بقول فعلا ده كونفيرم ويؤكد ان التشخيص بتاع الايه ميديكال دياجنوزز بالاعراض والعلامات. يبقى بروفايد انفورميشن عن الانديفيدوال هيلث، كونفيرم دياجنوزز بتاكد التشخيص، ايفالويت اوتكم ايه اوتكم ثيرابي.
انا بعمل الاختبارات بس زي مريض الانيميا بعمل له تحليل، عرفت ان شخصت انه عنده انيميا انه نوع معين من الانيميا. بعد كده كم شهر 3 شهور بعيد التحليل تاني، ده بيعتبر ايفالويشن للاوت كم ثيرابي، بيعرفني المريض ده حالته تحسنت، محتاج تاني، محتاج يعني ايه الاوت كم ثيرابي ده بيتقيم من خلال إعادة التحليل التشخيصية دي. تمام، يبقى دي الامبورتانس اوف دايجنوستيك تيست. سوري، الفيسز بتاع دايجنوستيك تيست هي البري بتشمل البيشنت بريباريشن، يعني انا ايه قبل ما احضر المريض اللي رايح ياخد عينه مثلا، التيتشنج اللي انا بقول له خلي بالك العينه دي تعمل لها سبيسمنت او كوليكشن ازاي، خلي بالك من يونيفرسال بركوشن، خلي بالك خلي بالك، يبقى دي تيتشنج استراتيجي انا بطبقها في البري تيست وتحضير مع تحضير ايه المريض، ومن خلال طبعا الثرو ايه اسسمنت اند داتا كوليكشن اند تيستنج ايه تيستنج استراتيجي. تمام، بحضر من كله سايكولوجيكال وبيولوجيكال وسايكولوجيكال وسوشيال وكالتشر وسبيريتوال، كل ده بيساعد على ايه على ان انا المرحله بتاعت البري تيست تمشي بامان وما فيش اي كومبليكيشن بالنسبه لي. البري تيستنج كمان في كان نيرسينج رول بتاعتي ان انا كل التحليلات دي يعني كل الدياجنوستيك تيستنج ممكن بتشمل ان انا بيبقى ليها سبيشال بروكوشن، ليها سبيشال اكويبمنت وسبلاي، مثلا بيحتاج المريض ده وهو ستوب اورال انتيك مثلا، المريض ده ممكن ياخد ادمنستريشن اوف داي قبل ما يعمل مثلا تشخيص مثلا بالاشعه، بيستخدم مثلا عن طريق الانجكت او سول يعني بيبلع يعني عن طريق البلع اقراص مثلا زي اقراص الفحم مثلا او صبغات معينه بتتحقن، ممكن ده كل دواء بيبقى بريبريشن للبيشنت، ودي بتبقى تحت ايه تحت البري تيست دايجنوستيك دايجنوستيك بري تيست او بري دايجنوستيك تيستينج. تمام، طيب في بعد كده الهيلثي ادوكيشن اللي انا بديه زي ايه، ان انا بعمل انستراكشن للبيشنت والفاميلي عن البروسيجرز، مثلا بياخد كام التايم بتاعه اللينس بتاعه، يعني كل دي ايه بكفرد من خلال البيشنت تيتشنج اثناء ايه عمليه الايه البريباريشن. اكسبلين بيربوس اوف تيست، يعني لازم يبقى عشان اقلل الانكزايتي عند المريض بقدر ايه بعمل وبشرح له الغرض من التيست عشان بس يبقى اورينتد معايا ويتعاون معايا. بشرح لو المريض انستراكت البيشنت اند فاميلي اباوت اكتيفيتي ريستريكشن، يعني المريض قبل مثلا يعمل تحليل معين او زي اللمبر بانكشن بيحتاج مثلا ياخد ريست 1 اور مثلا قبل التيست كده، يعني انا حسب ايه كل تحليل يبقى بتدخل برضو ان انا بشرح للمريض او عائله المريض او الفاميلي عن الاكتيفيتي ريستريكشن، القيود في الحركه ما قبل ايه ما قبل استخدام او عمل التحليل. انستراكت برضو للبيشنت ان ممكن يحصل رياكشن، زي مثلا لو الواحد هياخد الداي دي انجكتد مثلا ممكن بيحصل فلاشنج وين داي از انجكتد، فبرضه بدي معلومات للمريض قبل ما ياخدها ان خلي بالك ممكن يحصل كذا. بروفايد البيشنت ديتيل انفورميشن اباوت دايجنوستيك اكويبمنت، لما يخش مثلا زي ما بيعمل رنين زي ما بيعمل اي اختبارات تشخيصيه ممكن بيبقى من الهول من الاكويبمنت اللي ممكن بتستخدم فيها دايجنوستيك تيستينج ده، لازم يبقى انا اعرف المريض بيبقى واخد فكره عن الاكويبمنت دي فبيقلل الانكزايتي عنده. انفورم البيشنت اند فاميلي وات تايم فريم فور ويزر ريزلت ويل بي افيلابل، يعني ممكن التحليل بياخد بيغيب مثلا زي تحليلات بتاعه الكوليسترول، نسبه الكوليسترول بتحتاج مني تحضير يشرب يكون صايم المريض بعدها بيطلع بكذا يوم، يعني بيبقى برده كل المعلومات دي انستراكت للبيشنت. انستراكت البيشنت اند فاميلي تو اسك اني كويشنز، بعملها عشان اقلل او الليفيتد للفير او الخوف بتاع ايه بتاع المريض. يبقى دي اول مرحله بنسميها مرحله البري تيستينج واللي هي بتشمل البريباريشن والهيلثي ادوكيشن اللي بتاع المريض. تاني مرحله من الدايجنوستيك تيستينج الفيسز دي اللي هي الفيس 2 اللي هي انترا تيست او انترا دايجنوستيك تيست. الانترا دايجنوستيك
الاكوستيك تيست، وهي اللي هي فوكس على ايه؟ فوكس على السبيسمن كوليكشن. والله هيعمل عينه او بعد العينه يعني اثناء العينه ايه الانستراكشن اللي انا بديها او دور الممرضه. ان الرول بتاع انترا تيست فيسز، ان اول واحد ان الممرضه لازم بتكون بتستخدم الستاندر بريكوشن استرايل تكنيك از ابروبابل ايه بروسيجر. ما ينفعش لو هجمع عينه بول او عينه دم او عينه براز ان انا كونتاكت ايه دايركت كونتاكت، لازم بستخدم الجلافز مثلا. النيرس بروفايد ايموشنال اند فيزيكال سبورت ويتش مونيتورنج، يعني لازم بتعمل سبورت للايه اثناء التستنج. يعني مثلا اسحب منه عينه اقول له خلي بالك العينه دي انا اسحبها بالطريقه دي، بعمل سيلكت للفين وهكذا. يعني ايه البروسيجر بتاعت الايه السبيسمن كوليكشن. ان انا برضو بعد واثناء ما انا باخد العينه بعمل كوركت ستورج، يعني باخد العينه بحطها في الجزازه مثلا زي عينه البول، بكتب عليها بسرعه، بعملها ترانسبورتيشن للسبيسمن بحيث ان هي تبقى فاليد تيست ريزلت، يعني تديني نتيجه ايجابيه، ما يبقاش عندي الايه عندي تاخير. اخد العينه اسحب العينه واخر ممكن ايه يحصل مشكله، يجي المعمل يفحص يديني يقول لي العينه باظت، فما ينفعش اضطر ان انا اعمل عينه تاني. يبقى ده من ضمن الرول انترا ايه انترا دايجنوستيك تيست فيسز. في بعد كده البوست تيست فيسز، ودي بتشمل النيرسينج كير للبيشنت والاكتيفيتي. يعني البوست يعني ما بعد ما بعد تسجيل بعد قصدي اخذ العينه، الدور بتاعي بتشمل النيرسينج كير للبيشنت اند فولو اب اكتيفيتي اند اوبزرفيشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المريض دوت بعد مثلا ما بياخد عينه الدم لازم يعمل بريشر على السايت اوف انجيك تيكنج سامبل، المكان اللي اخذ العينه. لو انا سبتها بص هيعمل هيماتوما او ممكن يحصل منها بليدنج، يبقى تاثير من ايه؟ لان الفين حصل له انجري. فده من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى كير فولو اب، ان انا اتابع انا عملت بريشر اشوف نزل بلاد تاني بعديها ولا لا، الايد فيها حاجه مش عارفه، يعني اشوف الايه اوبزرفيشن انا بعملها بوست ايه بوست تيست حسب طبعا التيست بتاعي حسب التيست بتاعي. تمام، ده بالنسبه للفيسز. طيب في بروفايدنج كير بيتعمل للدياجنوستيك تيستنج اللي انا بعملها دي. نمره واحد بتشمل الكير اوف ذا بيشنت افتر تيست، ان انا بقى ايه بعمل كومبير بريفيس كارنت ريزلت اند موديفاي انترفينشن از نيد. زي ما بقول لك عين الدم اشوف بعد ما عملت ضغط ولا لا، في بليدنج هنا، في سورس، في اكسترافازيشن، في اي حاجه تخص ايه المكان. بعمل كمان بتحتاج مني نيدد اسسمنت الفيتال ساينز. تمام، للبليدنج يعني ممكن في انفستيجيشن او تيستنج دايجنوستيك ان انا لازم اعمل لها ايه زي اللي بياخد الداي دي اللي هي الصبغه، ممكن يحصل له فلاشنج، يحصل له فيفر، يحصل له اي كومبليكيشن. ماشي، ان المريض مثلا من ضمن الافتر تيستنج بروفايدنج كير افتر تيستنج ان هو بيحتاج بيد ريست فور بيريد اوف تايم اور درينك اديشنال فلويد. يقولوا لا طب اشرب ميه كتير عشان تخرج الايه الانجكتد داي دي او الصبغه اللي خدها. فكل دي ايه كير، ده يعتبر البروفايدنج كير اللي انا بديه بوست ايه بوست تيست بعد او افتر تيستنج للايه دي. ده بيخص ايه؟ ده بيخص المريض. يبقى نمره واحد البروفايدنج كير بيشمل المريض، الكير بتاع المريض، وعرفنا ازاي بنعمل كير للمريض من ناحيه البيد ريست او التايم او درينك او الكلام ده. طب في كير للاكويبمنت، انا خدت بالديست بقى التستنج مثلا بسرنجه، في ادوات، في قطن، في حاجات ديسبوزابل بعد ما استخدمتها بعمل ديسكارد الديسبوزابل سيرنج اكوردنج ابروبريت بريكوشن حسب طبعا الحاجات الصلبه والحاجات ان انا بتخلص منها ازاي. يبقى دي ايه؟ يبقى ده الكير بتاع الاكويبمنت افتر ايه افتر تيست، ان انا بعمل كلين للتيست للاكويبمنت دي، بعمل ايه دراي، بعمل بحطها في الايه في البروبر بليس بتاعها، بعمل لها ريستلايزيشن عشان ريوز للايه للاكويبمنت دي. تمام، في بعد كده از ريجارد سبيسمنت. طب انا بعد ما خدت العينه
بعمل ايه بالعينه؟ اول بعمل نعملها تيكت او ليبل. لازم طبعا السترايل سبيس من شود بي كولكتد ان سترايل كونتينر اند بروبر هاند بروبر كير. السبيسمنت دي بعمل لها ليبل، بسجل عليها بالسلوتيب بتاع على الجزازه مكتوب البيشنت نيم والديبارتمنت والروم اند فيزيشن نيم. بعمل سند السبيسمنت، برسل الكونتينر ده اللي انا عملت فيه التحليل للمكان عشان ايه يحصل اناليسيس. كيب للبيشنت ريبورت فور هيز دايجنوستيك تيست ان ذيس تشارت. بعد كده خاصه بالسبيسمنت لما تجيني العينه بحطها في التشارت بتاعت الايه بتاعت المريض. طيب في things to be considered، يعني خلي بالك احتياطات او اشياء اخلي بالي منها وانا بعمل السبيسمنت دي اثناء الفيسز. نمره واحد allow clean your hand before and after handling in specimen. يبقى بستخدم البريكوشن علشان ما يحصلش ترانسميشن للانفكشن وانا ماسكه البلاد وماسكه الستول ماسكه اي عينه ان كانت من الدياجنوز التشخيصيه، يبقى اعمل كلين للايه للهاند هاند ووشنج. السبيسمن كونتينر شود بي كلين انشيكد suitable to kind of the specimen not more than 3 ارباع ايه full with the specimen. ما ينفعش تدي الانبوبه او المكان اللي بياخد فيه ويجيب لك مليانه العينه مليانه ببول او بستول او بيورين او بلاد، لا ده في ميجر. لما يبقى في عينه ما يبقى تبقى 3 ارباع زي مثلا عينه البول او عينه البراز بيبقى تلات ارباعها بس اللي مليان، ما تبقاش اكتر من كده، ولازم تبقى كلين، تبقى لازم ما اعملش اللي هي ايه تبقى يعني سيوتابل ايه سيوتابل السبيسمنت في مكان معين. النيرس شود بي ايه انتربريتد ذا ريزلت اوف ذا دايجنوستيك تيست تو هيلب هير ذا اسيسينج ذا بيشنت كونديشن. زي ما بقول لك مريض دخل مثلا المريض الانيميا عمل له تشخيص، يبقى انا عندي النتيجه اللي اتعمل بيها كونفيرن اكد لي تشخيص، وفي نفس الوقت بعمل منه اسحب منه تحاليل كل فتره، دي بتبقى الريزلت عشان ايه اعمل انتربريتيشن للريزلت عشان اقدر اشوف المريض ده حالته اتحسنت ولا لا. تمام، دي كل ما هو عن الفيسز بتاعه والبروفايدنج كير بتاع المريض بعد ما بياخد ايه ما بياخد العينه. طيب فيها نتعرف على المحاضره برضو على الكومن دايجنوستيك تيست. الكومن دايجنوستيك تيست بنعرفها از كومن زي ايه زي البلاد تيست، زي التحاليل بتاعت الدم. تحاليل الدم بتشمل بلاد كاونت اللي هي سي بي سي اللي هي كومبليت بلاد كاونت، سيرم الكترولايت، سيرم اوزمولاريتي، بلاد كيمستري، كل دي ايه خاصه بايه بالبلاد تيست. يبقى البلاد تيست هتلاقي فيها عناوين وفي جداول يا جماعه فيها فيها النورمال فايندنج بالنسبه للمريض الادلت. اول اكزامبل للبلاد تيستنج اللي هو السي بي سي. السي بي سي ده ممكن بنعرف منه الهيموجلوبين والهيماتوكريت والريد بلاد سيلز وكاونت والليكوسايتس، وبتبين لي ايه بتبين لي ان مثلا المريض اللي هو الانيميك بالنسبه للهيماتوكريت بتاعته، لما زي المريض مثلا اللي عنده هايبر فوليميا او هايبو فوليميا، المريض اللي عنده انيميا مشروح عندك في الكتاب صفحه 147 التشخيصات بتاعه فحص الدم او عينه الدم الكامله بلاد كومبليت بلاد كاونت اللي هي عينه البلاد الكامله وفيها كل ده، وفي عندك النورمال بالنسبه للمين والفيميل، ونعرف ايه كم نسبه الايه الهيموجلوبين والهيماتوكريت والوايت بلاد سيل والبليتلتس وكل ما يخص الجدول اللي تحت الكومبليت بلاد ايه بلاد كاونت. ماشي مش مشرحش بس بالتفصيل، بنعرف النورمال عشان نقدر نحدد الايه الاب نورمال. السيرم الكترولايت ودوا بيشوف لي الاملاح اللي ايه في الدم، زي ما في محاضره الفلويد الكترولايت بيبقى فيه ديستربنس، في نقص كالسيوم نقص بوتاسيوم نقص فوسفورس، يعني بنشوف ايه الروتين اللي بيتعامل معها، بقيم من خلالها السيرم الكترولايت. مين اكتر ناس؟ الناس اللي هم بياخدوا ديوريتكس
الناس اللي عندها هايبرتنشن ديوريتكس فور هايبرتنشن او هارت فيلير او فشل في القلب، ده بيبقى ايه دايما الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والبايكربونات ايون دايما بيبقى فيها ايه تشينج او في ابنورماليتيز. يبقى السيرم الكترولايت بيشمل لي الصوديوم البوتاسيوم الكلورايد البايكربونات ايون عشان اقدر احدد الالكترولايت النورمال. وعندك برضو صفحه 148 النورمال فايندنج بتاع كل الايه الكومبوننت بتاعت السيرم الكترولايت. تالت حاجه سيرم اوزمولاريتي. الاوزمولاريتي بقى ايه بشوف بقى ايه الاوزمولاريتي اللي هي بشوف الكونسنتريشن بتاع السولت في الدم. ميجر فور يبقى سيرم اوزمولاريتي از ا ميجر فور سولت كونسنتريشن اوف ذا بلاد. زي ايه؟ زي الصوديوم ايون والجلوكوز واليوريا بلاد يوريا، وبشوف نسبتها كام، بشوف النورمال. في عندك لو زاد لو بعمل ايفالويشن يبقى كلمه سيرم اوزمولاريتي بشوف السوائل الموجوده في الدم بنسبتها ايه، علشان في حالات الهايبر او الهايبو او اللي بيسموها فوليوم ديفيسيت او فوليوم اكسس بتحدد دي بتحدد لي من خلال بتتحدد من خلال السيرم اوزمولاريتي. يبقى بيقول لك مثال انكريز ان ذا سيرم اوزمولاريتي ده انديكيتد، يعني لما الاوزمولاريتي السيرم بتاعها بيزيد بيبقى معناها ان الفلويد فوليوم ديفيسيت في نقص ماشي. و يعني لما بيزيد السوائل الارتشاح بيزيد السوائل، لما بيقل بيبقى مع زياده الايه الحجم ماشي. يبقى السوائل لما بتبقى في الدم قليله الاوزمولاريتي بيبقى عالي، لما السوائل بتبقى كتيره الاوزمولاريتي يبقى ايه يبقى قليل ماشي. ده بالنسبه للابنورماليتي في البلاد كيمستري. يبقى كل الكومن دايجنوستيك تيست يا جماعه نعرف النورمال والابنورمال علشان لما انا اعمل اشوف الريزلت بتاعت التيست بتاعتي او التقرير بتاع التحليل اقدر اجرى واقدر اطبق ايه واقول المريض ده عنده ابنورماليتي في الجزئيه دي هاي او لو. في البلاد كيمستري كيمياء الدم، ودي من امثله بتاعتها زي الليفر فانكشن تيست والكاردر ماركر واللايبوبروتين بروفيل اللي هي دي بتعمل مسحه بتشوف انزيمات القلب بتشوف انزيمات بتاع وظائف الكبد مش يعني اكزامبل ليها برده موجوده في الجدول صفحه 150. دي بعض الكومن دايجنوستيك. في منها كمان اليورين والستول اناليسيس اتكلمنا عنها. في بعد كده الاسبيريشن ستادي، بعمل دراسه للايه للاسبيريشن. اسبيريشن ستادي اللي هي ايه اللي هي بعمل اسبيريشن للفلويد من اماكن مختلفه بعملها دراسه زي ايه دراسة أو فحص، يعني بعمل فحص بالإسبيريشن. في كذا إكزامبل عندك صفحة 150 أبدومينال باراسينتيزز واللي هي الأسبيريشن اللي بنسحبها في حالة الأسايتس في حالة الاستسقاء، تبقى بعمل فحص للفلويد اللي هي فروم ذا ايه بروتينيال كافيتي. اسمها ايه؟ اسمه البايوبسي ده او الاسبيريشن اسمه ابدومينال ايه ابدومينال باراسينتيزيس. يبقى ايه هي الابدومينال باراسينتيزيس؟ ده نوع من انواع الاسبيريشن ستادي، ودي بشوف ايه السوائل اللي حوالين الغشاء البروتوني. في نوع ثاني سوراسينتيزيس. سوراسينتيزيس اللي هو فين؟ في السوراسيك كافيتي، في التجويف الصدر زي حالات التروما. بشوف السوائل دي ممكن يبقى فيها دم، يبقى فيها سوائل بس فيها يعني فيها ايا كان ايه نوع السوائل. يبقى دي نوع من انواع الاسبيريشن ستادي اسمها سوراسو ايه سنتيزيس. في بري كارديو سنتيزيس، دي اللي هي حوالين البريكارديوم اللي هو الطبقه اللي مغطيه الغشاء التمور التموره بتاع الايه بتاع القلب. اسبيريشن اوف ذا فلويد، بسحب السوائل دي من خلال لما بيبقى حاصل فيوجن حوالين ايه عضلة القلب ماشي الخارجية. لامبر بانكشر اللي هي من الايه من السامبل اللي انا باخد السي اس اف اللي هو سباينو سريبرو سباينال فلويد السائل النخاعي، بفحصه برضو اسمه لامبر بانكشر او اسبيريشن ستادي بتاعها اسمها ايه سريبرو ايه لامبر بانكشر تمام.
دي برضو من الكومان دياجنوستيك تيستينج اللي هي الاسبيريشن ستادي. في بعد كده نمرة 7 اللي هو البيوبسي. البيوبسي دي ستادي زي مثلا يكون في بريست بيوبسي، في لينف نود بيوبسي، في ليفر بيوبسي. دي انواع مختلفة من البيوبسي، دي بتحتاج انستيزيا تخدير او ممكن لوكال باخد ايه عينة منها، او بتبقى انترا اوبراتيف بجنرال انستيزيا عشان اعمل دراسة للعينة دي من الليفنج تيشو قلنا او الاورجان تيشو، عشان لو انا شاكك في اي تيومر او اي حاجه. في نوع تاني من الكومن دياجنوستيك ستادي زي الراديو راديوجرافيك ستادي اللي هي الاشعه العاديه زي اشعه الصدر او اشعه مثلا على كسر او ماسروسكليتال. في اكس راي ويز ذا يوز اوف راديو اوبيك داي، انا بستخدم برضو بعمل اشعه عاديه بس بكون انجكت للاوس وول لصبغه معينه بحيث تعملي صبغه وتبين لي حاجه معينه زي الباريوم ميل او الباريوم انيما، بعمل انيما او ببلع زي ما انا بفحص تو اكزامين للجاسترونتسينال تراك. دي في صفحه 151 الراديولوجيكال ستادي. الراديولوجيكال ستادي دي دراسه عن طريق الاشعه، وفي منها برضو الكمبيوترايز التوموجرافي اللي هو الكات سكان، دي كلها دي بيسموها راديولوجيكال ستادي او دراسه ليه بالاشعه. في التراسونوجرافي اللي هي دراسه عن طريق الالتراسونوجرافي، وده عباره عن بين الاسنان انفيزيف تيست، وده بيبقى دايركت الترا ايه الترا ساوند هاي ويز هاي فريكوانسلي باس ثرو ذا بارت اوف ذا اكزامين. الاشعه اللي بايه بشوف بيها الدايمنشن والاورجان، واشوف لو في اي ديفورميتي او تيومر او حاجات من هذا السبيل من خلال زي الابدومينال سونوجرافي. تمام، دي دراسه برضو من ضمن التيست اللي انا بستخدمها. في بعد كده الاندوسكوبي ستادي اللي هي بالمناظير، دراسه او فحوصات بالمناظير. دايركت فيجواليزيشن، ده التعريف دايركت فيجواليزيشن اوف ذا بودي اريا زي مثلا ريسبيراتوري تراك زي بخش برونكوسكوب، جاسترونتسينال تراك زي الكولوسكوبسكوب اللي هي المعده او الامعاء او المستقيم، دي كلها ايه. او في اندوسكوبي للاير برودكتيف سيستم للجهاز التناسلي، يبقى دي اسمها ايه اندوسكوبيك ستادي، دراسه من خلال المناظير. دي بتتدخل في ايه بفيزيف بروسيجر. تمام، نمرة 11 اللي هي الكاردياك كاستريزيشن، ودي قسطرة القلب، ودي ايه بتبين لي لو في ايفالويت للايه فالفولار انسفيشنت يعني عدم كفاءة صمامات القلب، او في عيب خلقي، او في ضيق في الصمام، يعني في انواع مختلفة بتحددها قسطرة القلب. في ضيق في الشرايين، في ايه ممكن بنكتشف منها الابنورماليتيز كونجينيتال، ودي طبعا مهمة جدا من الكومن دياجنوستيك تيست لمرضى القلب اللي بنكتشف بيها بعض الامراض. اللي في بعد كده استادي بيسموها استاديز انفولف الكتريكال امبالسز. الالكتريكال امبالسز دي اللي هي بتبين لي اشارات زي رسم القلب ورسم المخ. الكتروكارديوجرام اللي هو الاي سي جي، وده هو عباره عن جرافيك ريدنج فور الكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت، والاي اي جي اللي هي رسم المخ اللي هو ايه الكترو انكافلوجرام، ده بيسجل لي الكتريكال باترن اوف برين ويفز اللي هي الموجات بتاعه المخ، ودي من ضمن الدراسات المهمه برضو في رسم المخ ورسم القلب. دي برضو بتعمل لي كونفيرم ايه دياجنوزز. دي كلها الكومن دياجنوستيك تيست يا جماعه، اللي هي من اولها البلاد تيستينج والكلام اللي احنا كل الكلام اللي احنا قلناه دي ايه دي انواع مختلفه من الدياجنوستيك. بنعرف كل تعريف والغرض منه بيوضح لي ايه بحيث ان انا ايه اقدر اعمل كونفيرم دياجنوزز. في بعد كده عوامل بتاثر في فاكتور افكت. تمام، اخر حاجه في المحاضره الفاكتور انفلونسينج لابوراتوري ريزلت. الفاكتور انفلونسينج لابوراتوري ريزلت اللي هي نتيجه الفحوصات المعمليه بتتدخل عوامل زي الفيزيكال اكتيفيتي زي الدايت زي الدراجز. الفيزيكال اكتيفيتي يعني لو مثلا قبل ما اعمل اي تحاليل مثلا او اخذ عينه بتحتاج مني بيد ريست. تمام، يبقى انا خلاص يبقى انا بدي انستراكشن للبيشنت عشان تبقى سيجنيفيكانت ستادي سيجنيفيكانت ريزلت، يعني ممكن بتغير في النتيجه. يبقى دي من العوامل نقول ايه فيزيكال اكتيفيتي، دي بتعمل لي ايه بتعمل لي زي ايه زي الاكسرسايزز
بيؤدي الى significant change in the a in the result. يبقى دي الحاجات من ضمن الحاجات اللي بتاثر على نتائج بتاعه الايه قبل ما اخد اي عينه اوديها المعمل. او الدايت، الدايت اللي هو سم لابراتوري او دايجنوستيك تيست نيد دايت ريستريكشن تو سيرتن فود ايتمز فور سيرتن بيريود اوف ذا تايم. يعني معناها مثلا زي مثلا مرضى السكر، ما ينفعش ان انا احلل انا ايه اقول ريستريكتد الاج ما ياكلش، يصوم المريض فتره مثلا 12 ل 14 ساعه عشان اقدر اعمل فاستنج بلاد شوجر تيست، وده عشان يديني ايه نتيجه سليمه. لو انا عملت التحليل بدون ما انا واخد بالي من عامل الدايت بلاقي يديني ايه اختلاف في القراءات، وايه ما اقدرش ابقى اجزم ان ده المريض ده عنده سكر او عنده ارتفاع في السكر او انخفاض في السكر. يبقى دي بغطيها ان انا بدي هيلث اديوكيشن للمريض عن الدايت اللي هو قبل ما ايه يعمل دايجنوستيك تيست ان هو يبقى ايه ريستريكشن او فاستنج ستيت فور 20 تو ايه 40 اورز بيفور ذا تيستنج زي ايه ساتش اس فاستنج بلاد ايه بلاد شوجر. الدراجز certain test the drugs بيبقى avoid intake before ايه before time of test. يعني period period of time before the test بيبقى ايه ان انا اتجنب اخد الادويه دي عشان ممكن هتلخبط لي في التحليل. زي مريض اللي انا بعمل له مزرعه بول، انا عايزه المريض ده عنده انفكشن يونترات انفكشن وعايزه اعمل مزرعه، فلازم ما يكونش واخد مضادات حيويه علشان تكون اتعاملت مع الميكروب اللي في الجسم ممكن تديني ايه قراءات خاطئه. يبقى دي كلها الفاكتور انفلونسنج لابراتوري ريزلت، ودي اللي ايه اللي بتحدد مشكلة الايه اثناء اخذ العينة المعملية. اخلي بالي منها الثلاث حاجات المهمين اللي هي الفيزيكال اكتيفيتي والدايت والدراجز. وكده نبقى ان شاء الله خلصنا كده محاضرة الدياجنوستيك تيستينج. نعمل اوفر فيو على المحاضرة ان احنا اتعرفنا على التيرمز بتاعة ال differential terms تعريفات مختلفة لل أو مصطلحات تخص الدياجنوستيك تيستينج. عرفنا الامبورتنس اوف دياجنوستيك تيستينج، عرفنا الفيزز بتاع الدياجنوستيك تيستينج، عرفنا الكومن دياجنوستيك تيستينج، عرفنا ايه الفاكتورز الفاكتور اللي بتأثر على دياجنوستيك تيستينج. ودي تكون ايه كده نهاية محاضرة دياجنوستيك تيستينج، وبالتوفيق ان شاء الله.